السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد، اليوم عندنا حلقات جديدة راح تنزلكم بإذن الله ورا بعض، راح تكون عن تاكسي دريفت نفس السنتين اللي راح تذكرون حق موسم الرياض تاكسي. كذلك هذه السنة حنا مع موسم الرياض وتحديدا في البوليفارد وورد راح نسوي فعالية تاكسي دريفت مع معرض موتور شو، مع معرض موتور شو. طبعا هذه الساحة ساحة صغيرة جدا لكن تؤدي الغرض اللي راح نسويه كالعادة. يركبون عندنا الشباب وهذه السيارات اللي راح تشارك معي، ناخذ فيهم دونت، نسوي فيهم فيجروفيت اللي ما يفهموا شيء، يعني حركة الثمانية. طبعا انا راح اكون مشارك بهذه الجميلة سوبرا 2023 مع فريق تويوتا جي ار. فاوكي خليكم في هذا المقطع تستمتعون باذن الله وراح تشوفون شعور التاكسي درفت. يلا جاهز؟ جاهزين. هلا ابي روح عطه، شطفهم ودير ولا شيء. يا عيني روحي. يا سلام عليك يا شيخي. هلا ايه طف، استر عليه يا شيخ. احلى واحد. لايك شير اشتراك، كلكم اشتركوا. لب قلبك والله. ها كيف ما اقدر، شعور حلو يا اخي، شعور حلو لا يوصف. بوسه هذه راح تطلع باليوتيوب. لب قلبك والله. لاول مره تركب ولا اول مره تحب تتقهوى؟ انا احب ادرفت واتقهوى. هذا كوبون والله، اي مكان تروح تصرفه يعطيك العافيه والله، شكرا. عشان تدلعني كمان يعني ابدا. الحين ناخذ جرعه سعاده مع اخونا مين؟ يوسف بحوير. كيف؟ والله كفو عليك. احسن من القهوه؟ احسن والله. احسن. تقول لي تتابعني يا جل؟ ايه ودعمي دائما يشتري، يمكن تعرف اسم عبد الملك السقيف. والله ونعم. دائما يشتري من عندك. تكفى نبي نحرق ابو الموت. تبغى ايش؟ نحرق ابو الموت. لا فتبشر. يلا. ها كيف؟ والله يجي منك والله. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله سوي قسم بيت الله انك سحرني. تسلم والله، ما شاء الله. انت وجه جازين كلش وثق. امورك تمام؟ ايه خلاص كويس. ايوه ما يحتاج تربطها، بس البسها عادي يعني. ايوه اول مره تجرب تركب دريفت؟ ايه والله. ايه طيب عادي، طال عمرك نصور. ايه بدك خذ راحتك. خلاص هذه الكاميرا قدامك، وقت ما تصير جاهز انت علمني. يلا انا جاهزين خلاص. سكن الله. بسم الله. اخبارك؟ تمام. قعدنا معك، معليش طولنا عليك انتظار. لا ابد ما عندي مشكله، مستمتع والله. والله الاجواء زين ها؟ كيف الشعور معك؟ شعور حلو. اي متعه استمتاع. بس ما ودك توقف. عندي جارج بس ما تحمست اجي اجرب. بالله والله الحين تحمست. ان جبت العيد ترى ابدا تسمع بدري حمست. لا المالي دخل، الله يرحمني والديك. لا والله بزعلون. خلصنا نرجع كينا.
ناسة صدق ما ودي اوقف جدا تلقاها في قناتي يوسف فن. اي معروف فاش دعوه بقلبك حبيبي شرف لي والله والله حياك الله الله يبيك حبيبك عادي صورك اول شيء ولا عادي ما عندك مشكله وهنا كمان وثق صورني اصورك اختصر لك انا ما عندي ميزه يا رب خلاص ان شاء الله جاهز باذن الله كم امورك والله بخير الحمد لله اخبارك انت الله يبارك اول مره تجرب تركب دراجه اول مره والله بالله اي والله ما شاء الله ايوه ما شاء الله مشاكل الدنيا طول عمر السلامه كفرات تخلص ما شاء الله طفرت الكفرات ما شاء الله اقول لك كفرات طفرنا يا خوي كم مره تغير في الاسبوع ما شاء الله 10 ضيق الصدر بدك ما تخلص ما شاء الله تبارك الله اوكي نايس كول مان This is so nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. تحية أول شيء للكابتن يوسف. لف قلبك والله. ثاني شيء أبغى توجه تحية لمعاذ وحسان. من هذولي؟ أخويا السكوت. والله ونعم. روح يا وحش. يا حبيبي. روح. ما شاء الله عليك. يا رهيب. طيب جميل انا معي كامري ومعي جكسار كيف ايش رايك الكامري طيب افضل موتر قلت لك والله والجكسار الجكسار افضل جكسار. ثاني موتر بعد الكامري بعد الكامري أيوة. الله يبارك لك يا رب امين الله يجزاك تحياتنا عبد الطيب جميل ولايك يا متابعين شباب خلاص اللي هنا وصلنا نهاية المقطع اتمنى المقطع عجبكم اذا عجبكم المقطع تنسوا زر اللايك والسبسكرايب والشير